بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتتاليات العددية لبكالوريا 2018 شعبة علوم تجريبية رقم 2، يعني الموضوع الثاني. قال إلي أن متتالية عددية معرفة كما يلي: إي صفر يساوي صفر ومن أجل كل عدد طبيعي، أن أنه إي أن زائد واحد تساوي إي أن زائد لوغاريتم 2 أن زائد 3 على 2 أن زائد 1. قال واحد أحسب كلا من إي واحد إي اثنان وإي ثلاثة. ثم ثانيا قال بين أنه من أجل كل عدد طبيعي أن أنه اثنان أن زائد ثلاثة على اثنان أن زائد واحد أكبر من واحد. ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية إي لأن. ثالثا قال في لأن متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي أن ب في أن يساوي اثنان أن زائد واحد. قال ألف برهم بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي أن أنه أسية إي أن تساوي في أن. باقى استنتج عبارة الحد العام للمتتالية إي لأن بدلالة أن، ثم أحسب ليميت إي أن لما أن يؤول إلى زائد ما لا نهاية. رابعا قال أحسب المجموعين أس أن وتي، حيث أس أن يساوي لوغاريتم في واحد على في صفر زائد لوغاريتم في اثنان على في واحد إلى غاية لوغاريتم في أن على في أن ناقص واحد، وتي يساوي أسية إي 1439 زائد أسية إي 1440 زائد إلى غاية أسية إي 2018. إذا ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذ ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول. قال أحسب كلا من إي 1 إي 2 وإي 3. إذا نكتب هنا عنوان حساب الحدود إي 1 وإي 2 وعندنا وإي ماذا إي 3. هنا الأمر جد بسيط أبنائي، نأتي بهذه العبارة التي أعطيت لنا ونعوض لإيجاد الحدود. نعوض أولا هنا بالصفر، عفوا قلت نعوض هنا بالصفر والصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر، وأصبح لنا ماذا؟ أصبح لنا إي واحد يساوي لنا إي صفر، إي صفر قد أعطيت لنا ها هي هذه القيمة نعوض بها هنا، فأصبح لنا صفر زائد لوغاريتم ماذا؟ لوغاريتم ثلاثة على ماذا؟ على واحد. إذا نكتب على ماذا؟ على واحد. ومن أصبح لنا إي واحد يساوينا ماذا؟ يساوينا لوغاريتم ماذا؟ لوغاريتم ثلاثة. ثم نأتي بنفس الخطة الآن لنحسب ماذا؟ إي اثنان. إذا أكيد نعوض هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بالواحد وهنا بالواحد، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا إي اثنان. إذا قلت إي اثنان يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا إي واحد، إي واحد ها هي هذه القيمة نأتي بها ونعوض بها هنا، فتصبح لنا لوغاريتم ماذا؟ لوغاريتم ثلاثة ثم زائد ماذا؟ زائد لوغاريتم اثنان في واحد زائد زائد ثلاثة اللي هي خمسة على ماذا؟ على ثلاثة، وتساوي لنا إي اثنان يساوي لنا لوغاريتم ثلاثة زائد عندنا كسر لوغاريتم أ على ب يساوي لنا لوغاريتم أ ناقص لوغاريتم ب. إذا عندنا لوغاريتم أ على ب مع الأ والب أعداد موجبة تماما يساوي لنا لوغاريتم أ ناقص لوغاريتم ب، هذه خواص مع أ قيمة موجبة تماما وب قيمة موجبة تماما حتى نفهم الفكرة. إذا هذا ماذا يعني؟ يعني أن تساوي لنا لوغاريتم خمسة ناقص لوغاريتم ماذا؟ لوغاريتم ثلاثة، لكن هذا ذهب مع هذا فأصبح لنا إي اثنان يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا لوغاريتم ماذا؟ لوغاريتم خمسة. كذلك بعدها بعدما وجدنا إي اثنان نأتي الآن إلى إي ثلاثة. إي ثلاثة بنفس الخطة نأتي بهذه ونعوض بأن يساوي لنا اثنان. إذا نعوض هنا بالاثنان وهنا بالاثنان وهنا بالاثنان وهنا بالاثنان هكذا، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا إي ثلاثة يساوي لنا إي اثنان، هذا نعوض به هنا يساوي لنا لوغاريتم خمسة زائد لوغاريتم ماذا؟ سبعة على خمسة، ومنه تصبح لنا إي ثلاثة يساوي لنا لوغاريتم خمسة ناقص لوغاريتم سبعة عفوا زائد عفوا زائد لوغاريتم سبعة ناقص لوغاريتم خمسة. يذهب هذا عفوا قلت يذهب هذا مع هذا تساوي لنا إي ثلاثة يساوي لنا اللوغاريتم ماذا؟ اللوغاريتم سبعة هكذا. لو طلب منا أكيد إي أربعة لوجدناه اللوغاريتم تسعة، وهكذا دواليك، لأن لاحظوا لوغاريتم ثلاثة لوغاريتم خمسة لوغاريتم سبعة وهكذا نكمل المسار فقط أبنائي.
بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى ثانيا. قال بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي آن أنه 2 آن زائد 3 على 2 آن زائد 1 أكبر من الواحد. إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن 2 آن زائد 3 على 2 آن زائد 1 أكبر من الواحد. هنا ماذا نقول؟ نقول يكفي أن نبرهن أن ماذا؟ أن هذا نأتي به إلى هنا. معناه ركزوا جيدا، لاحظوا وانتبهوا. إذا يكفي أن نبرهن أن ماذا؟ أن 2 آن زائد 3 على ماذا؟ على 2 آن زائد 1 ناقص 1 أكبر من الصفر. هذا إذا إثبات هذه المتباينة. يكفي أن ننقل هذا إلى هنا ونثبت الفرق أنه قيمة موجبة فقط. بعدها لاحظوا أصبحنا 2 آن زائد 3 على 2 آن زائد 1 ناقص 1 يساوي، نفكر في توحيد المقام. إذا المقام مشترك أكيد هو 2 آن زائد 1، إذا 2 آن زائد 1، وهنا أصبحنا 2 آن زائد 1 هكذا، ثم ننشر هذا نضربه هنا، أصبحنا ناقص 2 آن ثم ناقص 1 يساوي. أولا عندنا هذا وهذا، لاحظوا وانتبهوا، إذا إلا أنه هنا الثلاثة، هنا نعتذر، إذا قلت هنا في هذا المكان ثلاثة، ها هو ثلاثة، أنا كتبت واحد، إذا هذا وهذا قد ذهب مباشرة، سوف نستعمل الألوان، مباشرة أصبحنا تساوي لنا 2 على 2 آن زائد 1. الآن هل هذه قيمة موجبة؟ نعم، لكن هذه القيمة موجبة مهما كان. لماذا؟ لأن 2 آن عدد طبيعي، إذا يأخذ صفر، حتى لو أخذ صفر ماذا تصبح؟ أصبحنا 2 في صفر هي ماذا؟ هي صفر. 1 وهنا 2 على 1 دائما، إذا هذه القيمة مهما كان هي موجبة تماما، مهما كان آن، لأن آن قلت عدد طبيعي. نقول ومنه تصبح لنا أنه 2 آن زائد 3 على 2 آن زائد 1 ناقص 1 قيمة موجبة، أي نعود ونقلب هذا إلى هنا، أي أنه 2 آن زائد 3 على 2 آن زائد 1 أكبر من الواحد، وذلك هو المطلوب. لما يعطينا متباينات مثل هذا النوع يكفي أن ننقل واحد إلى هنا ونثبت أن هذا الفرق موجب. أو يقول أحدكم وإذا قلبنا يا أستاذ، قلنا 1 ناقص 2 أن زائد 3 على 2 أن زائد 1 أقل من الصفر، كذلك يجوز يا أبنائي. المهم نثبت طرف فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية إلى الآن، لاحظوا جيدا. إذا نأتي الآن إلى تلك السؤال اللي هو استنتج اتجاه تغير متتالية إلى أن، يعني هل هي متزايدة أو متناقصة؟ إذا نكتب هنا استنتاج اتجاه تغير المتتالية التي اسمها إلى أن. نقول ندرس ماذا؟ إشارة الفرق. من هو الفرق؟ الذي هو إي لآن زائد 1 ناقص إي لآن، أكيد على ماذا؟ على مجموعة الأعداد الطبيعية. ركزوا هنا أرجوكم، ننطلق نسوينا إي لآن زائد 1 ناقص إي، عفوا قلت ناقص إي لآن يساوي إي لآن زائد 1، ها هي أمامكم، نأتي بها ونعوض بها هنا، فأصبحنا إي لآن زائد اللوغاريتم 2 آن زائد 3 على 2 آن زائد 1 ناقص إي لآن، أكيد هذا سوف يذهب مع هذا، فتبقى لنا الفرق ما هو؟ الفرق يصبح لنا يساوي لنا اللوغاريتم 2 آن زائد 3 على 2 آن زائد 1. الآن لكن لدينا مما سبق، قلت مما سبق أن ماذا؟ أن 2 آن زائد 3 على 2 آن زائد 1 قلنا أنها قيمة أكبر من الواحد. يقول أحدكم أين هو هذا الكلام؟ ها هو ذلك الكلام، حتى نفهم جيدا ندخل لوغاريتم من هنا، إذا ندخل لوغاريتم من هنا، إذا قلت ندخل هكذا اللوغاريتم وندخل اللوغاريتم فلا يحدث شيء. إذا
هذه التي هي نفسها هذه، لأننا نحن نبحث عن الإشارة، نقول ومنه تصبح هنا اللوغاريتم 2 آ زائد 3 على 2 آ زائد 1 قيمة موجبة تماما، لأن ماذا؟ لأن اللوغاريتم 1 يساوينا كم؟ يساوينا 0، يعني هذا يصبح يساوي الصفر، أي ماذا؟ أي أن إي آن زائد 1 ناقص إي آن قيمة موجبة تماما، معناه المتتالية. من هي المتتالية؟ المتتالية إي لآن كيف هي؟ متزايدة تماما على، عفوا، على مجموعة الأعداد الطبيعية آن فقط أبنائي. إذا هذا الفرق، ها هو ذلك الفرق، وجدناه أن قيمة موجبة تماما. لماذا أبنائي؟ لأن ها هو الفرق، وجدنا أنه نحن برهنا أنه ماذا؟ أنه 2 آن زائد 3 على 2 آن زائد 1 أكبر من الواحد، إذا أدخلنا من هنا اللوغاريتم ومن هنا اللوغاريتم، فأصبح لنا هذا الفرق أنه قيمة موجبة، هذا يعني أن هذا موجب، معناها المتتالية متزايدة تماما فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى الجزء الثالث. قال في لآن متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي أن بي في أن يساوينا 2 آن زائد 1. قال ألف برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي آن أن أسية أي آن تساوي لنا في آن. إذا نكتب هنا البرهان بالتراجع أن ماذا؟ أن أسية أي آن تساوي لنا ماذا؟ في ان. لاحظوا جيدا، اولا نقول نسمي بي لان الخاصيه. من هي الخاصيه؟ اللي هي هذه التي اعطيت لنا، اللي هي اسيه اي ان تساوي لنا في ان. هذه الخاصيه نسميها بي لان. نقول من اجل ماذا؟ من اجل ان يساوي لنا الصفر، لدينا أنه ماذا؟ أنه أسية إي صفر يساوي لنا أسية الصفر، هذا عندنا قيمته ها هي أمامكم، اللي هي أسية صفر وتساوي لنا واحد. ومن جهة أخرى لدينا ماذا؟ لدينا أنه ماذا؟ أنه في صفر يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا 2 في صفر زائد 1 ويساوي لنا 1. يقول أحدكم ما أين أتيت من هذا الكلام؟ نقول ومنه تصبح لنا أسية إي صفر تساوي لنا في صفر، إذا أي بي لصفر كيف هي؟ محققة. أرجو قد فهمتم الفكرة. كيف؟ يعني حسبت هذا الطرف وجدته واحد وهذا الطرف وجدته واحد، إذا فإن إي أسية إي صفر تساوي لنا في صفر، إذا بداية التراجع كيف هي؟ محققة. نقول ونفرض أن ماذا؟ أن بي لآن محققة من أجل ماذا؟ من أجل آن أكبر أو يساوي صفر، أي ماذا؟ أي دائما التي تعطى لنا في البرهان بالتراجع أن نبرهنها نفرضها، أي أسية إي عفوا قلت أي أن أسية إي آن تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا في آن. هذه دائما التي تعطى لنا أن نبرهنها نفرضها ونبرهن صحة ماذا؟ صحة بي لآن زائد واحد، من أجل ماذا؟ من أجل آن زائد واحد، أي ماذا نبرهن يا أبنائي؟ علينا أن نبرهن أن أسية، ركزوا جيدا هذه أمور مهمة، أن نبرهن أن أسية إي آن زائد واحد تساوي لنا في آن زائد واحد، هذه علينا أن نبرهنها. إذا ننطلق أبنائي، نقول هكذا أسية إي آن زائد واحد ماذا تساوي؟ نثبت هذا الطرف، ننطلق من هذا ونصل إلى هنا، ركزوا جيدا. إذا أسية إي آن زائد واحد ماذا تساوي؟ هذه نأتي بها ونعوضها في هذا الموضع، فأصبح لنا أسية إي آن زائد اللوغاريتم ماذا؟ 2 آن زائد 3، عفوا مكتوبة بخط أوضح، إذا قلت هكذا أسية
إي آن لوغاريتم اثنان آن زائد ثلاثة على اثنان آن زائد واحد تساوي ماذا؟ تساوي أسية إي آن في ماذا؟ في أسية اللوغاريتم ماذا؟ اثنان آن زائد ثلاثة على اثنان آن زائد واحد. لماذا؟ لأن دائما أي عدد إذا كان عنده مجموع من الأسس فنقول أس الأول في أسية الثاني، لأن جمع الأسس كما تعلمون أبنائي أن الشيء الذي نعلمه أن هذه الأمور، ركزوا جيدا، أن عندنا بعض الخواص أن أسية A زائد B تساوي أسية A في أسية B جمع الأسس، فتصبح لنا لكن هذه نعوضها بما فرضناه. من فرضنا قلنا هذه أنها صحيحة، لاحظتم؟ إذن هذه وتساوي لنا ما زلنا مع أسية إي آن زائد واحد تساوي لنا ذي آن في أسية ماذا؟ أسية اللوغاريتم، ركزوا جيدا، اثنان آن زائد ثلاثة على اثنان آن زائد واحد. لم أفعل شيء لأن ماذا؟ لأن قلنا أسية إي آن تساوي لنا ذي آن هذه من الفراغية، حتى تفهموا ماذا نفعل. لاحظوا وانتبهوا، نكمل أبنائي، لاحظوا وهذا دائما نأتي به كشاهد لأن سوف نحتاجه، دققوا أرجوكم نقطة نقطة حتى نصل إلى الجواب. إذن فماذا تصبح؟ تصبح لنا أسية إي آن زائد واحد تساوي لنا، إذن هذه هي نفسها هذه، فأصبح لنا ماذا قلنا؟ تساوي لنا في آن في ماذا؟ في اثنان آن زائد ثلاثة على اثنان آن زائد واحد، لأن ماذا كذلك؟ لأن عندنا أسية اللوغاريتم اثنان آن زائد ثلاثة على اثنان آن زائد واحد، إذا التقت الأسية مع اللوغاريتم يذهب كل شيء، تصبح لنا اثنان آن زائد ثلاثة على اثنان آن زائد واحد، لأن أعيد عندنا خاصية، ما هي؟ أن أسية اللوغاريتم آ تساوي لنا آ مع آ قيمة كيف هي؟ موجبة تماما. إذن فهذه يا أبنائي عوضتها بما يساوي ها هي أمامكم، فماذا نتج؟ فتصبح لنا أسية إي آن زائد واحد يساوي، لكن في آن هذه نعوضها بما يساوي ها هو أمامكم، لاحظتم؟ فأصبح لنا اثنان آن زائد ماذا؟ واحد في اثنان آن زائد ثلاثة على اثنان آن زائد واحد. إذا بما أن القضية متعلقة بالفي فإن ماذا؟ فإن هذا وهذا قد يذهبان، فتصبح لنا تساوي لنا اثنان آن زائد ثلاثة، لكن لاحظوا جيدا، لكن نحن نملك أن في آن ها هي قيمتها، فإن في آن زائد واحد ماذا تصبح؟ دققوا حتى نصل إلى الجواب، لكن عندنا في آن زائد واحد يساوي لنا اثنان في آن زائد واحد ثم زائد واحد الذي تساوي لنا اثنان آن زائد ثلاثة، فإن هذه هي نفسها هذه، نقول إذا حتى نوضح، إذا قلت فإن هذه هي نفسها هذه، معنى هذا هو نفسه هذا، نقول ومنه أن أسية إي آن زائد واحد تساوي لنا في آن زائد واحد، ذلك الذي كنا نبحث عليها هو أمامكم، يعني هذا الكلام هذا هو نفسه هذا، نقول ومنه بي لي آن، عفوا نكتب بخط أوضح، إذن بي لي آن زائد واحد كيف هي؟ محققة. وأخيرا نعود إلى الأصل أن أسية إي آن تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا في آن فقط، من أجل كل عدد طبيعي آن فقط. أرجو قد فهمتم الفكرة، يعني ننطلق من ماذا؟ من هذا الفرع، فوجدنا هذا الفرع بخواص اللوغاريتم والأسية فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى باء سؤال استنتاجي، قال استنتج عبارة الحد العام للمتتالية إلى آن بدالة آن، إذا نكتب هنا
استنتاج إن بدلالة ماذا؟ بدلالة أن. نقول هكذا: لدينا مما سبق أن ماذا؟ أن أسية إن تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا في أن. ومنه ندخل لوغاريتم. سبحان اللوغاريتم أسية إن تساوي لنا اللوغاريتم ماذا؟ في أن، لأن ماذا؟ في أن قيمة موجبة تماما، وإلا كيف ندخل عليها اللوغاريتم؟ إذن هذه القيمة مهما كان أن يأخذ الأعداد الطبيعية فإنها موجبة، تصبح لنا أنه هذا ينزل إلى هنا. إذا نكتب هنا، لاحظوا نبعد لأن حتى نقول هنا لأن، إذا هكذا، إذا هذا ينزل، تصبح لنا أن في لوغاريتم الأسية يساوي لنا اللوغاريتم في أن، إذا هكذا، لكن هذا معروف أنه كم واحد. بحنا إن يساوي لنا اللوغاريتم في أن، ولوغاريتم في أن ها هي القيمة نأتي بها ونضعها في هذا الموضع، فتصبح لنا إن يساوي لنا لوغاريتم ما عفوا لوغاريتم قلت اثنان أن زائد واحد فقط أبنائي. ها قد الآن وجدنا. بعدها ماذا قال؟ ثم استنتج نهاية ماذا؟ نهاية إلي أن. إذا نكتب هنا استنتاج ليميت إي أن، أكيد أن دون أن يقول لنا إنه إلى الزائد، ما لأن أن عدد طبيعي، فأصبح أنا هكذا ليميت إي أن لما أن يؤول إلى الزائد ما لا نهاية يساوي لنا ليميت اثنان أن، عفوا قلت اثنان أن زائد واحد لما أن يؤول لوغاريتم، عفوا نسينا كلمة لوغاريتم، إذا ليميت اللوغاريتم اثنان أن زائد واحد لما أن يؤول إلى زائد ما لا نهاية، وهذه دون أن نتعب عقولنا أكيد إنها زائد ما، لأن هنا زائد ما لا نهاية لوغاريتم زائد ما مهما كان هي زائد ما لا نهاية، معنى هذه المتتالية مهما كان هي متباعدة أبنائي، لأن نهايتها تؤول إلى قيمة غير منتهية اللي هي الزائد ما لا نهاية. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى الجزء الرابع والأخير. قال احسب المجموعين اس ان و تي حيث اس ان يساوي لوغاريتم في واحد على في صفر زائد لوغاريتم في اثنان على في واحد إلى غاية لوغاريتم في ان على في ان ناقص واحد، ثم تي يساوي أسية اي 1439 زائد اي أسية اي 1440 إلى غاية زائد أسية اي 2018. إذا نكتب هنا أولا حساب، ننطلق ب اس ان، ركزوا هنا ارجوكم ابنائي، لاحظوا اذا عندنا اولا اس ان قال يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا اللوغاريتم في واحد على في صفر زائد اللوغاريتم في اثنان على في واحد الى غايه زائد الى غايه اللوغاريتم في ان على في ان ناقص واحد، يعني ماذا؟ حد ذو الدليل الكبير على الدليل الذي يليه مباشرة، أصغر منه مباشرة. نحن نعلم أنه ماذا؟ إذا هذا ماذا يعني؟ يعني أنه أس أن نطبق خواص اللوغاريتم، يساوي لنا لوغاريتم ماذا؟ في واحد على في صفر في ماذا؟ في في اثنان على، إذا في اثنان على في واحد، ثم كذلك في ماذا؟ في في، لاحظوا في ثلاثة على في اثنان في إلى غاية، ركزوا جيد، إلى غاية في هكذا في ان ناقص واحد على في ان ناقص اثنان، دائما الاصغر في ماذا؟ في في ان على، لاحظوا وانتبهوا، على في ان ناقص واحد كما تلاحظون، ولا ننسى الخط هذا هكذا، لم افعل شيء، انما هذه لان عندنا خاصيه تقول لوغاريتم ا زائد لوغاريتم ب يساوي لنا لوغاريتم أ في ب، مع أ قيمة موجبة و ب قيمة موجبة، هذه خواص. أكيد بعدها ماذا ينتج؟ ينتج أنه هذا مع هذا، وهذا مع هذا، وهذا مع هذا، وهذا مع هذا، وهذا مع هذا، ماذا تبقى لنا؟ يبقى لنا أصغرهم وأكبرهم، ما معناه؟ يبقى لنا إلا هذا الحد
وهذا الحد. أما بقية الحدود فكلها تحذف بعضها البعض، وأصبح هنا اس ان يساوي لنا لوغاريتم ماذا؟ لوغاريتم في ان على في صفر، ويساوي في ان، ها هي تلك القيمة، نأتي بها ونضعها في هذا الموضع، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ا، تصبح لنا مباشرة تساوي لنا لوغاريتم 2 ان زائد 1 على في صفر، لو نعوض هنا ونعوض ب في صفر يساوينا 2 في صفر زائد 1 ويساوينا كم؟ 1، إذا على 1، ومنه ماذا ينتج؟ تصبح لنا اس ان يساوي لنا لوغاريتم ماذا؟ لوغاريتم 2 ان زائد 1، لأن الفي صفر كم؟ هو 1. نأتي هنا عندنا مع في، قلنا في صفر يساوي لنا 1، إذا هذا هو مجموع تلك هذه الحدود فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى التي، إذا نكتب هنا حساب تي. لاحظوا جيدا، نحن ماذا نملك؟ نقول لدينا مما كذلك مما سبق، أن ماذا؟ أن أسية U N تساوينا ماذا؟ تساوينا V N، معناه أن أصبحنا أسية E 1439 تصبحت تساوينا في 1439، يعني الذي نفعلها هنا نفعلها هنا حتى تفهموا جيدا. ثم أسية E 1440 تصبح لنا تساوينا في 1440، ننزل أبنائي إلى غاية أسية E 2018 تصبح لنا تساوينا في 2018. لو نأتي الآن ونضعها كذا، ونأتي الآن ونضع هنا الجمع كما هو موجود هكذا، إذا ونكتب هنا هكذا، لاحظوا بالجمع، بالجمع طرف لمن؟ لطرف نجد، لاحظوا ماذا نجد؟ إذا هذا لما نجمع هذا مع هذا مع هذا مع هذا أليس هو تي؟ نعم، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا تي يساوي لنا في 1439 زائد في 1440 زائد إلى غاية في 2018، لكن ماذا نملك؟ نقول لكن في آن متتالية، كيف هي؟ حسابية أساسها R يساوي، هذه متتالية حسابية أساسها 2، حتى نفهم جيدا، هذه في آن هي متتالية حسابية أساسها كم؟ ها هو أمامكم 2، لأن هذه كتابة هذه المتتالية. يقول أحدكم كيف عرفت يا أستاذ؟ لأن هذه هيئة لمتتالية حسابية، ويمكنك أن تثبت كذلك في آن زائد 1 ناقص في آن تساوي 2، لكن هي تظهر مباشرة أنها متتالية حسابية، بعدها ما علينا إلا حساب مجموع متتالية حسابية. فأصبح هنا تي يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا عدد الحدود، لأن يعني مجموع عدد الحدود على 2 اللي هو ما هو 2018 ناقص 1439 زائد 1 على 2 في الحد الأول للمجموع اللي هو في 1439 زائد الحد الأخير اللي هو في 2018. هكذا تقول قاعدة لحساب مجموع متتالية حسابية، أولا عدد الحدود يساوي دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد 1 على 2 في الحد الأول للمجموع زائد الحد الأخير للمجموع، ثم نكمل. إذا نكمل الآن أبنائي الحساب، بعدها ماذا تصبح؟ تصبح هنا تي يساوي، إذا هذا كليا لما نحسبه بالآلة الحاسبة سوف نجد هكذا 500 وماذا؟ إذا قلت 580 على ماذا؟ على 2 في عندنا أولا عندنا في آن قلنا تساوي لنا 2 آن زائد 1، معناها تصبح لنا في 1439 تساوي لنا 2 في 1439 زائد 1، ثم زائد 2 في 2000 عفوا في
في 2018 زائد 1. لما نجري هذه بالآلة الحاسبة سوف تعطينا تي، يعني بعد عملية الحساب تعطي لنا 2,000,000 وماذا؟ وخمسة آلاف ماذا؟ وستمائة وأربعون. ها هي قيمة التي فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحم الطائرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.